الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا يوافر ما يكافي ومزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وتقبلنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى درجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا رحمكما ربونا صغارا، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت وجدنا وعافانا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا صيامنا وإفطارنا وأعمالنا في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتقبلنا طاعتنا ولنا وصيامنا وإفطارنا ومغربنا وعشانا وإنشاءنا إنك السميع العليم. ثم لنا يا مولانا إنك التواب الرحيم، لولا فيها أسبارك اللهم أتيتنا فيها السلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم، تقبل يا كريم.